النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. نبدأ النشرة وحفل تسليم وتسلم المهام بين وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن السابق والوزير الجديد حامد محمد دحلوب، وحفل تسليم وتسلم المهام بين وزير المناجم والجيولوجيا السابق بشير مادي والجديد دكتور أودينغار دافيد، حيث ترأس المناسبتين ترأس المناسبتين وزير الأمين العام للحكومة دكتور عبد الله صابر فضل. عائشة دوقي وتفاصيل. جرت العادة على أن نلاحظ تغيرا طفيفا في القطاعات الوزارية عند تشكيل أي حكومة جديدة، وذلك بوصول شخصية وزارية جديدة على رأس وزارة معينة لتسيير العمل فيها. وها هو اليوم جاءت مناسبة تسليم حقيبة وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن إلى الوزير الجديد حامد محمد دحلوب. خلال هذه المناسبة تحدث الوزير السابق الدكتور أودينغار دافيد عن أهم الإنجازات التي قام بها منذ 5 سنوات لقيادة هذه الوزارة، كما أن هناك العديد من الخطط المرسومة والمشاريع التي تحتاج إلى التنفيذ، طالبا من فنيي الوزارة العمل مع الوزير الجديد لتحقيق الأهداف المنشودة. من ناحيته الوزير الجديد حامد محمد دحلوب قال بأن هذه الوزارة تمثل قطاعا حيويا، إذ أنها تضمن لكل مواطن حق الإسكان في التراب الوطني، وحث أمال الوزارة على العمل بكل جدية لتحقيق رؤية رئيس الجمهورية. وفي الختام وقع الطرفان على محضر التسليم والتسلم بحضور الوزير الأمين العام للحكومة الدكتور عبد الله صابر فضل. وعلى ذات السياق، فقد شهدت وزارة المناجم والجيولوجيا حفل تسليم وتسلم بين الوزير الجديد والوزير السابق بشير مادي الذي شغل هذا المنصب بالإنابة واستمر لمدة شهر، حيث بدأت المناسبة بكلمة الوزير السابق بشير مادي الذي أشار في حديثه إلى أن هذه الوزارة تتطلب تضافر الجهود، بحيث أنها الجهاز الحكومي الكفيل باستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد والتي من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني. أما الوزير الجديد الدكتور أودينغار دافيد شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها له، وأنه سيعمل جاهدا في إنجاح مهامه، طالبا من الأمال تقديم المصلحة العامة للدولة.